شكرا معلقنا الكابتن وائل ابو العزم. اذا انتهت مباراه كره السله ما بين الاهلي ومصر التامين في الجوله الثالثه من السوبر بفوز مصر التامين بنتيجه 78-68. مبروك مصر التامين، هارد لك النادي الاهلي. هرجع لضيوفي كابتن طاهر، يمكن النهارده ما كناش في افضل حالاتنا، يعني تعقيب حضرتك على المباراه كده. هو طبعا زي ما قلنا في الاول او من بين الشوطين قلنا ان في ترابل او في مشكله في الديفنس، مع ان الجدول ده يبين ان اقوى ديفنس هو ديفنس النادي الاهلي. صحيح. فبالتالي يعني هو اللي دخل فينا في الماتشات قبل الماتش ده 123 نقطه يعني. صحيح. فهو بس يمكن الحته الكمان الغريبه شويه، يمكن اخد راي كابتن كريم، حته الهجوم. يعني احنا حاطين 68 نقطه النهارده كده، يعني 78 احنا في مباريات حطينا فيها يعني دخل فيه 78 نقطه وكسبنا، بس النهارده الغريب 68 نقطه. يعني لو خدتها متوسط الاسكور على اربع اشواط، على اربع اشواط يبقى الاسكور قليل، يعني احنا حاطين سكور قليل. تمام يا كابتن هيثم. هو فعلا النهارده الملاحظ ان السكور بتاعنا اقل من كل الماتشات اللي قبل كده، بحيث ان انت لما بتجيب حاجه و60 بونت ممكن تبقى انت في ريسك ان انت الفرقه الثانيه لو ما عملتش ديفنس كويس الفرقه الثانيه تجيب سكور اعلى من كده، تمام، فهي اللي تكسب وانت تبقى مش في يومك بالظبط. فبالتالي لما قلنا على الافريج بتاع الاوفنس بتاعنا هو ده اللي حصل في ماتش النهارده. صحيح. قلنا وكمان يعني هي مشكله في الاثنين برضه يا كابتن، عشان نبقى يعني صراحه مع بعض، يمكن 68 نقطه بيلو الليفل بتاعك في السكور، و 78 نقطه يمكن اعلى شويه من السكور، يعني انت في العادي بيخش 70 نقطه ممكن فيه. بالظبط. هو طبعا اللي عمل المشكله دي البدايه في الشوط الاولاني والثاني، دخل فيك حاجه و40 بونت في اول شوطين، ده برضو على النسبه اللي دخل فيك، على نسبه السكور اللي دخل فيك، الى جانب طبعا ان انت تجيب 68 بونت، فده طبعا يعني اوف داي في الاوفنس. بالظبط. كان في مشاكل في التركيز شويه، فبتحصل يعني ما فيش مشكله. وانا عايز اقول برضو يعني دي ثاني مباراه او ثاني هزيمه للنادي الاهلي في الموسم، يعني يمكن اقل الفرق تلقى للهزيمه، فده في حد ذاته مش ما فيش مشكله. لازم هيبقى في ايام مش موفقين فيها، ولازم الفرقه ان شاء الله ترجع تاني، ومن كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين. لسه مشوار طويل جدا، يعني انا اتصور ان بطل الدوري يعني او بطل الدوري السوبر قد يتلقى هزيمه واثنين وثلاثه عادي، عادي جدا، ومش بقول كلام انه قديم، ولكن حتى لو بصينا السنه اللي فاتت البطل الدوري كان مين واللي قبليه واللي قبليه، بيبقى وضع طبيعي ان دي كره سله، ممكن تبقى عندك ماتش هنا ماتش هناك بتخسره، ولكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر انه يرجع تاني، ويرجع تاني للفوز المريح يعني ان شاء الله. مظبوط مظبوط. طب كابتن طاهر، يمكن يعني كان في احد اللاعبين طبعا مميزين جدا في 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 مصر التامين في النهايه، الا وهو احمد سامي. احمد سامي نجح يحط يمكن تقريبا 6 7 بونت في نهايه المباراه، ناشئ من ناشئين الاهلي. بالظبط، ناشئ من ناشئين الاهلي، وكان يعني من اللعيبه كويسين جدا، بس ما جاتلوش يعني فرصه في النادي الاهلي. جاب 5 بونت ورا بعض، كان في وقت كريتيكال تايم، سي بوينت في باسكت. صحيح. وبعدين هو في مشكله بقى عندنا ان احنا يعني ممكن في اخر كوارتر، الكوارتر الرابع، جايبين 13 بونت، لان صحيح. احنا بتعتمد على لعيب واحد في ان هو يجيب باسكت. قصدك عمرو الجندي؟ كان يمكن عمرو الجندي كان هو يعني في الاخر الكره بتروح له وبيبقى تحت بريشر، فبرضك هو لازم يبقى السكور يتوزع على اللاعبين كالعاده، وده اللي حصل في الشوط الاول والثاني والثالث، يمكن الرابع وكان اكثر شويه، عشان كده احنا قلينا في البتاع ده، ودي كانت مشكله من مشاكل السنه اللي فاتت. صحيح. طب خلينا يا كابتن بعد اذن حضراتكم نطلع لفاصل سريع، ونرجع نستعرض مع حضراتكم بعض الارقام يعني الحقيقه النهارده اللي بتدل على سير او احداث المباراه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا بحب انوه عن مباراه الكره الطائره رجال الاهلي وهليوبلس اللي كانت بتقام النهارده في ملعب او صاله مغطاه بهليوبلس، وفاز النادي الاهلي 3-0. الف مبروك كابتن محمد مسار حميد واللاعبين. وفي النهارده في ايضا مباراه للكره الطائره سيدات، ولكن ما بداتش، هتبتدي الساعه 8 يعني تقريبا ابتدت، اكيد نتيجتها مش هتبقى معانا النهارده. كابتن كريم اجي لحضرتك، يمكن نستعرض كل شوط على حده نتيجته، ويعني تعليقك على كل شوط وعلى النتائج سواء هجوما او دفاعا بالسكور يا كابتن. تمام. احنا يعني زي ما قلنا الشوط الفرقه دخلت في الماتش متاخر،
الاول شوطين دخل فينا حاجه و40 بونت واحنا جايبين حاجه و30 بونت، فطبعا هتفضل نفس المشكله دي مكمله معانا في الثالث والرابع، ان احنا بيجي فينا باسكت كتير او بافريج اعلى من اللي المفروض يخش فيك، وانت السكور بتاعك النهارده خلاص اوف داي، مش ماشيه مع لعيبه كتير، لعيبه قليله هي اللي عندها الحلول. فزي ما الكابتن طاهر قال، ما لعبتش بالسيستم اللي انت متعود تلعبه، معودنا عليه بقالك شهرين ونص او 3 شهور تمام في البطولات اللي فاتت ودلوقتي، فلما بتلجأ للحلول الفرديه بتبقى ما انتش يعني ما تبقاش الدنيا سوليد، ما تبقاش متاكد النهايه هتبقى عامله ازاي. وهو ده صفه الايام اللي هي بيبقى النهارده مش يومك. خلاص بتبتدي بقى حلولك تقل، لان اوف داي اغلب مجموعه اغلب لاعبينك بالظبط. بس طبعا الدروب، بس خلينا نقول برضه يا كابتن غياب مجموعه من المصابين على راسهم هيب امين، برضه لازم نقول احد الحلول الهجوميه عندنا جامده والدفاعيه ايضا، فده برضه ما اثر بشكل كبير. طبعا بص يا كابتن هيثم، احنا بنتكلم الكلام ده وانت عندك 3 لعيبه مهمين مش موجودين تمام، فاحنا بنتكلم الكلام ده 4 كمان ابو النصر 4 بالظبط كمان مش موجودين، وعندك في 3 ناشئين من القوام الاساسي بتاع الفرقه تمام. لازم برضه عمرو زهران، محمود وليد، مجمعين للساده المشاهدين كل الثري بوينت او الثلاثيات اللي جت خلال هذا الشوط. وخليني برضه استعرض مع الساده المشاهدين نتائج الاشواط على حده، يعني كل شوط جبنا فيه كام ودخل فينا كام. يمكن الشوط الاول يا كابتن كريم كابتن طاهر احنا جبنا 18 نقطة ودخل فينا 20 نقطة، ده الشوط الأول. الشوط الثاني نفسه بالظبط كوبي بيست، بس زيادة حاجة بسيطة، احنا حطينا 18 نقطة ودخل فينا 22 نقطة. إذا الشوط الأول والثاني زي ما قال كريم وكابتن طاهر إنه النتيجة كانت واحدة تقريبا والأداء واحد. الشوط الثالث احنا كسبنا 19-17، أحسن شوط لينا كان الشوط الثالث 19-17، وده كان يمكن كان الشوط الوحيد اللي احنا فزنا فيه. الغريبة بقى واللي كان الشوط الرابع هو اللي كان فيه الأداء يمكن كان شوية فيه الأوف داي أكتر من أي شوط تاني، وهو في 13 في الأوفنس جبنا 13 ودخل فينا 19 نقطة. يعني أنا شايف يا كابتن إن هو دفاعيا الموضوع ما كانش بعيد قوي، يعني 78 نقطة من 70 نقطة، يعني أنت دخل فيك في ماتشين 123 نقطة، 123 نقطة الجولة الأولى والتانية، لو قسمناهم على 2 يبقى أنت داخل فيك حاجة و60 نقطة. صح؟ حاجه و60 نقطه، لا 78 نقطه اللي دخلوا فيك ده اعلى من اللي بيخش فيك في العادي، يعني انت في العادي 65-70 انما دخل فيك النهارده 78، ففي 8 بونت اعلى من الافريج، بالاضافه ان انت حاطط 141 نقطه، يعني انت تقريبا بتحط 70 نقطه في المباراه، النهارده انت حاطط 68 نقطه، يعني تقريبا هو نفس المعدل الهجومي للاسف، ولكن الدفاع يمكن زي ما ده ياكد نظريه كابتن طاهر رجب ان الدفاع كان هو المشكله. رايك ايه يا كابتن طاهر؟ هو طبعا زي ما قلنا ان مفتاح المكسب الديفنس، النهارده الديفنس ما كانش على هذا المستوى اطلاقا، زائد ان انت في الكوارتر الرابع يعني بعد احنا كنا مغلوبين اعتقد في الكوارتر الثاني 13 بونت، لا اللي طلعنا في التالت علينا في التالت 13 بونت، في التالت سوري 13 بونت، وقدرنا نعوض نعوض نعوض، وفي الكوارتر الرابع برضك حتى عوضنا رغم ان احنا جايبين 13 بونت في الكوارتر كله، وقدرنا نوصل لغايه باسكت. بعد كده برضك مشكله ان انت شوت 3 بونت جبتهم وقت كان حساس، اترد علينا 3 بونت، يبقى انا برضك المشكله الديفنس ان انت ممكن ما جيبش بس ما يجيش فيا بالظبط بالظبط، يعني وكمان الديفنس على الراجل الشوتر ده لازم يبقى اقوى شويه، وبالذات في الكريتيكال تايم ده، فهي برضك ما زالت المشكله. وبعدين ده اوف داي، يعني اوف يعني النهارده يا كابتن لو بعدنا على بقيه النتائج سريعا كده، النهارده الزمالك بيخسر من المصير الاتصالات 78-70، سموحه والاتحاد المباراه ماشي ايكوال جيم، يعني المباريات كلها مفاجات بتحصل، ودوري السوبر الحقيقه احنا قلنا الثمان فرق الكبار ما فيش حد سهل، يعني ما فيش فرقه سهله، يعني هيبقى عندنا طبعا كل مبارياتنا قويه، خاصه ان احنا عندنا برضه يا كابتن كريم مباراه الزمالك المباراه القادمه يوم الاثنين ان شاء الله. لا طبعا هو طبعا اللي حصل النهارده يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بحيث ان الفرقه تفوق شويه قبل ماتش مهم زي ماتش الزمالك، بغض النظر عن الترتيب ده ماتش اهلي وزمالك دايما بيبقى ماتش قمه، دايما بيبقى ماتش مهم تمام، فكون ان يحصل الدروب ده النهارده او الاوف داي ده النهارده ده يديك دفعه الماتش اللي جاي انك تنزل بتركيز اعلى. صحيح. اللعيبه لازم تبقى عارفه ان هي في ظل الاصابات وفي ظل الغيابات اللعيب مجهوده لازم يبقى اعلى من كده. صحيح. يبقى مطلوب منه بالظبط كده، مطلوب منه مجهود اكتر، تركيز اعلى، لان عدد اللعيبه اللي موجود اقل من العادي تمام، وخاصه في وجود الناشئين لازم اللعيبه الكبار تبقى في اكتر من حالتها عشان يدوا ثقه للعيبه الصغيره تمام. فهي انا بس يعني بالاسم كده محمود وليد، عمرو زهران، سيف صلاح،
لازم كبار الفرقه يتكلموا معاهم النهارده، لان طبعا لو تخسر خساره وفي ثلاث لعيبه صغيرين يعني موجودين وشاركوا مش عايزينها تاثر عليهم. صحيح. هم كل الشكر ليهم، عاملين مجهود كويس جدا، التواجد بتاعهم محترم وهتحتاجهم. بالظبط، وهتحتاجهم. صحيح يا كابتن كريم. كابتن كريم ضيف نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك نورتين النهارده يا كابتن كريم. الله يخليك يا كابتن هيثم، الف شكر لحضرتك والف شكر لتواجدي مع الكابتن طاهر، ده شرف كبير ليا زي ما قلت في الاول. كابتن طاهر بشكرك شكرا جزيلا، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي ورئيس قطاع الناشئين والناشئات السابق، بشكرك كابتن طاهر نورتين. انا بشكرك على الاداء العالي في البرنامج بتاعك بجد، يعني فعلا انت مشرفنا. اشكرك ومشرف كره السله كمان، يعني على اساس ان انت كنت لعيب مش عادي يعني. اشكرك يا كابتن، نورتيني وشرفتيني، وده بيتك وده مكانك يا كابتن طاهر. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده في كره السله، انتظرونا ولقاءات اخرى مع استوديو الابطال. شكرا جزيلا للحسن المتابعه.